بعقد سمعية سميناها سمعية مجموعة للمعالم والثقافة. هدف الزيحة من أهداف الزيحة هي محافظة على التراث الوطني والذهني، نشر التفكير الثقافي المحافظة على التراث، لا يحدث المنزل ولا العموم، وبالتالي مش يقوموا بندوات، مش يقوموا بتحسين، مش يقوموا بجمع الأموال لكي يقع من جديد ترميم المقام عليه وترميم مقامات أخرى وترميم معالم أخرى، معالم أخرى في المقامات في جهة منوبة، وترميم معالم أخرى. ومنها توا مثلا سقيفة خير الدين الأطاف، سقف نتاعها سيتان جويو أرشيتكتورا نتاع الباتريمون، سقيف خير الدين اللي كان واحد المكتبة العمومية، واللي تاع سقف نتاعها نظر للإهمال، واللي مثلا هذه تطبع الملك الخاص للدولة، والدولة تتبع البلديات، مثلا البلديات ما عندهاش إمكانيات اليوم بس تقوم بالمحافظة عليها، وبالتالي مجهود المجتمع المدني واجب. وهذاك علاش عندنا الإجراءات القانونية باش تكون الجمعية نتاعنا رسمية، ونوجه نداء للمواطنين، المواطنين المعلومة للمشاركة في هذه الجمعية والمساهمة في المحافظة على هذا التراث الثالث، وفي خاصة بعد ما تكون الجمعية رسمية وبعد ما تكون على حساب جاري باش نقوموا بإعانة المعهد الوطني للأخطاء. Thank you.